الانبي اللي خسروا بنتيجه 1-2 كان بدا بفتوح وعبد الغني والمسلوسي وعمر جابر، انما النهارده بدا بثلاثه اللي قلناهم في البدايه. ادي الهجمه على طول هناك عند نضاي، يا ولد خطير نضاي، هيلعب العرضيه، ممكن جول جول جول، سيف الدين الجزيري، خطيره. الهدف الاول لنادي الزمالك، يا سلام على العرضيه ويا سلام على التمركز والتحرك من سيف الدين الجزيري. لسه بقول هنشوف لقاء حلو وهنشوف لقاء كبير، انما عمل جماعي هجومي في منتهى الجمال والروعه. ادي جماهير نادي الزمالك الكبيره والعظيمه اللي اتحرك الحجر. هدف اول لنادي الزمالك عن طريق التونسي سيف الدين الجزيري اللي بيحضر النهارده بتاني اهدافه في الدوري، كان سجل هدف سيف الدين الجزيري في لقاء الخماسيه امام سموحه، والنهارده اهو. انما الاقتحام اللي عمله نضايا ولد يا لعيب بعرضيه ايه؟ بلسم، عرضيه تخلص كل الحلول. ادي اللعبه للمره الثانيه، ثلاث نقلات نادي الزمالك نقل نفسه حلو قوي من عند عبد المجيد من المنطقه الدفاعيه. لو شفنا الهجمه ثاني ثلاث تمريرات خلصوا لك الدنيا كلها. خد اهوت ودخل بيه ال 18 حلو قوي علي لالا مدافع الجبهه اليمين اللي ما قدرش كده على نضاي في اللعبه اللي فاتت. هدف التقدم عن طريق سيف الدين الجزيري في اول ثلاث دقائق من احداث، وخمس لعيبه بالقميص الغامق يرتدوا. محمد اسماعيل يخلصها كويس قوي، برافو يا ولد يا لعيب، الى علي لالا. لالا في قلب الملعب، المساحه فاضيه قدام عبد الله مجدي، شادي حسين، ثلاث تمريرات بشكل حلو لغايه ما يوصلوا 18. عرضيه خطيره، انما يطلع عبد الغني، لسه الخطوره مش ممكن. مصطفى زيكو جول جول جول، مصطفى زيكو هدف التعديل. لسه بقول زد بدا يظهر عند ال 18، والنهارده من اقل عدد من الهجمات والوصول لمنطقه جزاء محمد عواد يسجل هدفهم مصطفى زيكو هدف التعادل مع رغم السيطره الزملكاويه والكور الكتير اللي راحوا بيها على ال 18. ادي اللعبه اللي راحت لزيكو وخدمته كده بعد ما اتعامل معاها اول مره بعد عرضيه محمد اشرف. ادي شادي وكان محمد عبد الغني موجود، ويطلعها عبد الغني كان بيريحها كده لمصطفى زيكو. ادي الجول للمره الثانيه والثالثه، كان لازم يطلع اقوى من كده عبد الغني، وكان عبد الغني هو اللي سلم نفسه وفرقته لمصطفى زيكو اللاعب القادم من حرس الحدود، اهم الاوراق اللي ضمها فريق زد هذا الموسم. يبقى 1-1 الدقيقه 32 تقريبا. حسام مسلوسي اللي بيلعبها لزيزو، يا ولد يا لعيب، تمريره في المساحه الفاضيه لابراهيم نضاي اللي كان راجع لورا، انما ياخدوها تاني من وسط الملعب. محمد سوانيه اللي هيجي كده من عند الدايره جنب بيتر موتوموسي. رافت خليل مقرب من الطرف الشمال، انما قطم ودخل لجوه مع زيكو، هتخط خطيره يلعبها في منتهى الخطوره، كاموني مش ممكن، جول جول جول. الهدف الثاني ديلسون كاموني، ايه الراجل ده بعد دقيقه من نزوله ومجدي عبد العاطي يعمل ثلاث تبديلات بعد دقيقتين يترجموا له الجول، مش ممكن. ادي الجول الثاني عن طريق البديل اللاعب الانجولي ديلسون كاموني، مش ممكن. يعملوا تنظيم في ثلاث خطوط بتوع الملعب وما قدرش نادي الزمالك يعمل هجمات بكثافه. ادي الكره تصطدم برجل المدافع حاتم سكر وتخدمه ويبقى الهدف الثاني لفريق زد. ادي اللعبه، حسام عبد المجيد هو اللي كان اشترك والكره جت في رجله ويسجل منها ديلسون كاموني اللاعب اللي جه من على دكه البدلاء من دقيقتين تقريبا. يبقى 2-1 زد يتقدم على نادي الزمالك.